عايزين نقعد نسمع حتة مزيكا، بس مش أي حتة مزيكا بصراحة، هي خلطة ما تفهمش، صوفي على صعيدي على غجري، غريبة جدا جدا. اسمعوا الحتة دي بتاعت المزيكا، وبعد كده نرجع للعقل العبقري اللي عمل المقطوعة دي. أنا ما أظنش إن في أي مبالغة وأنا بوصف صانع هذه الموسيقى، مؤلف هذه الموسيقى، بإنه عقل عبقري. خلوني أخد معايا على التليفون مهنئا جدا الموسيقار شادي مؤنس. إزيك؟ أهلا بحضرتك، إزيك أستاذ يوسف؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ كله تمام، متشكر جدا والله على إطلاقا المقدمة الجميلة دي. ربنا أرجوك 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 ما تقولش كده على الإطلاق، لأنه ده أقل حاجة ممكن أقولها لك، لأنه فعلا مقطوعة شديدة العبقرية. إن أنا أسمع الخلطة الموسيقية دي، واللي أقدر أقول في تعبيري المتواضع جدا إنها خلاصة تطور الموسيقى في مصر، عامل توزيع اوركسترالي في الاول، وعمال بسمع في وتريات وفيولينا وحاجه عظمه، وبعدين خلاص انا كده هسمع كلاسيك، الاقي انه حصل تضفير بديع لالات مصريه صعيديه قح، وعقلي راح في موسيقى صوفي وصعيدي وتراثيات غجريه. انت جبت العبقريه دي منين؟ جبت المزيكا دي ازاي؟ والله هي 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 بس طبعا الدراما الاول هي اللي بتسوقك في القصه دي، لانه المسلسل فيه ثلاثه مودز يعني مختلفين، المود الصعيدي والمود الصوفي والمود الغجري اللي هم طرح البحر. حلو. والحقيقه المسلسل صورته كبيره، يعني الصوره فخمه جدا، اسلام عبد السميع واستاذ حسين المدباوي عاملين صوره ممتعه وكبيره وثريه جدا. فكان لازم لما هعمل مزيكا على نفس، يعني بحاول اقرب من نفس المستوى الجميل ده اللي طالع في السوق. فالجمله الاساسيه اللي هي بتاعت الكاوله دي، انا بالنسبه لي كانت بتعبر على شخصيه الاستاذ طارق لطفي اللي هو الغجري الشرير اللي هو طالع في دور الشيطان يعني. وهي فيها كده، لو خدت بالك من الجمله، فيها كده جزء شبه العواء بتاع الذئب يعني. فانا كنت، هو دايما بيلعب دور الديب اللي بيستخبى ويصطاد فريسته في الضلمه ويهجم عليها. فالجمله جات لي من وانا حتى من وانا بقرا الورق والله، انه يبقى فيها حاجه كده مخيفه ومريبه وشيطانيه كده شويه. فده كان شكل الجمله. اتطورت ازاي بقى؟ اتطورت مع الصوره الكبيره دي، الصوره العظيمه دي، وان احنا الصعيدي بيتعمل، يعني انا عامل التتر المقدمه للمغني علي الحجار، عامله صعيدي اوريجينال جدا بالالات الصعيدي بالكلام ده. حبيت في التتر النهايه لما بعمل مزيكا اعمل اقول ان احنا يا جماعه احنا بنعرف نعمل يعني الموسيقانا الصعيديه الاصلي جدا، او اللي هي سواء صعيدي او غجري اللي هي بتاعتنا، اللي هي بتاعت الارض بتاعتنا دي، ممكن تتوزع وتتوظف في صورة أوركسترالية تتلعب مع أحسن أوركسترات في الدنيا، ويطلع شكلها أوريجينال برضو، يعني تبقى المزيكا برضو مصري. يعني أنا دايما مصر أن الموسيقى بتاعتنا يبقى ليها هوية مصرية، ليها هوية عربية. فده يعني عندنا، يعني في كتير مؤلفات عربية أوركسترالية، ولكن في منها كتير شبه الحاجات بتاعت بره. طب احنا هويتنا فين؟ هويتنا
كمصريين وكعرب وفين. فانا حبيت اعمل ده ان احنا نظهر هويتنا المصريه والعربيه من خلال موسيقى فيها هارموني وفيها توزيع اوركسترالي. وطبعا الدراما برضه في الاخر اللي ساقتني في القصه دي، يعني هتلاقي في الجزء الثاني المزمار بيرد على الكولا الصعيدي. صح. طب شوف، هو لا يستطيع احد على الاطلاق برضه مهما قلت لي الدراما ساقتني، هي دراما عبقريه والناس كلها بتتكلم فعلا على جزيره غمام، احنا مش مختلفين، بس كمان الناس كلها مقلوبه على حته المزيكا، فلا نستطيع انكار عبقريه التاليف الموسيقي في الحته دي. انت بتقرا السيناريو من الجلده للجلده زي ما بيتقال؟ انا لازم. بحب اقرا جدا جدا، اولا بستمتع بالقراء وده بيفيدني في لما اجي الف مزيكا. انا مش ما بعملش تكاوي، ما بعملش يعني مزيكا كده تاخدها وتمشي وانت زي عرفت عادي تاخد سندوتش بتاعك وتمشي، لا انا بحب اعمل مزيكا. بحبها، يعني انا بحب الشغلانه دي بجد، وبقرا المسلسل وبقعد ارسم الشخصيات وعلاقاتهم ببعض، ومن خلال ده بقدر اطلع المزيكا والمود اللي معمول لكل شخصيه ولكل حاله في المسلسل. فده طبعا الحمد لله يعني بيسيب اثر وبيبقى بيسمع وبيثبت لنا برضه يا استاذ يوسف ان الناس لما يعني انا حقيقه فوجئت برد الفعل جدا. يعني انا عامل حته مزيكا مبسوط بيها، بس عاده يعني انا بعمل مزيكا ببقى مبسوط بيها، عارف اللي هو كلهم اولادي في الحاجات دي، بس ده بيثبت لنا ان انت لما بتقدم للناس مزيكا حلوه بجد ويبقى ليها فرصه انها تتسمع كويس، الناس استحسنتها جدا وكان رد الفعل زي ما حضرتك شايف كده، وان حضرتك يعني مستضيفني ده شرف ليا. لا 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 خالص، انا اللي اتشرف، انا اللي اتشرف، ربنا يخليك. وده رد فعل اسعدني جدا الحقيقه. لا اصل التاليف الموسيقي ده طول عمره حاجه كده اقعد افكر فيها، واقعد افكر في كم عبقريه مؤلفين الموسيقى. وانتوا بتجيبوا الجمل الموسيقيه دي ازاي؟ يعني اصل دي مش رسمه ولا نحته ولا كتاب بتقعد تكتبه وتبص قدامك على السطور والحروف، يعني لا، المساله صحيح. اصعب من كده بكتير بكتير قوي كمان. صحيح. سؤال يبدو فلسفي، قول الاول قبل ما اسالك. لا هو بيبقى رزق، يعني عارف بتخش في المود، القرايه دخلتك في مود تطلع منه مزيكا، وده طبعا بيبقى موهبه من عند ربنا ورزق يعني. ماشي، بص انا هاجل السؤال بقى لسبب. ان انا عايز استضيفك، ايه رايك؟ يعني انا اتشرف يا استاذ. لا ما تقولش كده، انا اللي اتشرف والله، ده شرف ليا. نيجي ونقعد وندردش ونلعب موسيقى؟ لا هتلعبوا موسيقى، انا ما بعرفش العب اي حاجه ولا حتى اعرف اخبط على الديسك يعني، لكن يعني تنورنا بجد وتشرفنا. وقتك يسمح؟ طبعا خلاص. طبعا انا خلصت الحمد لله وسلمت. الحمد لله، يبقى احنا كده هنبدا ننسق معاك على طول. تنورنا وتشرفنا في برنامج التاسعه بجد، مش هزار. شرف ليا، والتلفزيون المصري ده شرف لاي حد. وانا طبعا كلنا نتشرف بوجودنا في التلفزيون المصري، فانا هخلي كل اسئلتي مؤجله لحين ان احنا نبقى مع بعض في هذا اللقاء ان شاء الله. همسك نفسي على الاسئله باذن الله قريب. انا اللي بشكرك جدا 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 جدا، وكل التهنئه الحقيقه من قلبي، يعني كل الشكر للموسيقار العظيم الحقيقه شادي مؤنس ولكل صناع العمل. بما انه ذكر طارق، بص في جيل كده في منهم اتنين دول اشطر اتنين يقنعوك بالشر، بالرغم ان هم اتنين على راي الجماعه الانجليزي يقول لك ريفايند، هم اخلاقهم عاليه قوي وعندهم مبادئ عميقه جدا. طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب، الاتنين دول بيعملوا شر، يا ساتر يا رب. طبعا بص، لا ده مش طارق، اوكي بص والله هنا على رأي شادي قال لك هو قايم بدور الشيطان في المسلسل، مذهل. المسألة مش في الميك اب، المسألة مش في الدقن، المسألة في أداء عبقري من 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 طارق لطفي. نفس القصة بالمناسبة هتشوفها فتحي عبد الوهاب، بس مش في جزيرة غمام، في أعمال تانية. مذهلين، يعني أنا ما بخافش من حاجة خالص، مش شجاعة مني يعني، بس اتخلقت كده. سميها تهور، مش دي القصة، سميها إيمان، أتمنى ذلك. لما بتفرج على الشخصيات اللي بيقدمها طارق لطفي فتحي عبد الوهاب وهم اشرار، بحس ان قلبي قفل كده، مش عارف ليه، خوف ولا توتر ولا قلق، ما اعرفش. بس ده انعكس، يعكس عبقريه الاتنين دول في الجيل ده تحديدا.